ولهذا من الجاهلية الجهلاء ومن الضلال أن يقول بعض الناس عن الزلازل إنها ظواهر طبيعية، أو ينسبون ذلك إلى الأرض نفسها أو نحو ذلك. هذا ملك الله يتصرف فيه سبحانه وتعالى كيف شاء. وقد قال الله في القرآن: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، آيات الله العظام يخوف بها عباده لعلهم يذكرون ولعلهم يفقهون ولعلهم يرجعون لعلهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى.